جامع المجون دلوقتي ده لا علاقة له بجامع عمرو التاريخي، صحيح، لكن ده الموقع بس أعيد بناؤه مرات ومرات ومرات، لأن ده بني سنة 2022 هجرية 640 ميلادية، فحصل له تطورات وتوسعات وإضافات. الجزء اللي موجود دلوقتي يرجع القسم الأكبر منه إلى إبراهيم بيه ومراد بيه اللي كانوا معاصرين لحملة نابليون على مصر، يعني في نهاية القرن الـ18. مصر القديمة أو بما تضم من الفسطاط حكمت مصر قد إيه؟ يعني حكمت مصر من هذه المنطقة طوال عصر الولاة. إحنا مصر تاريخها يبتدي من عمرو بن العاص، وكان المركز الإسلامي في الوقت ده الخلفاء في المدينة، الخلفاء الراشدين الأمويون في دمشق، ثم مع الثورة العباسية ونجاحها كانوا في العراق وتأسيس بغداد، كانت هي دي المراكز، وإحنا كنا ولاية تابعة لها. طوال الفترة دي، الفترة الأولى كلها كانت الفسطاط هي العاصمة الإدارية لمصر أو العاصمة الرسمية لمصر. لما جاء العباسيون صالح بن علي ودخلوا سنة 132 وطاردوا مروان بن محمد آخر الخلفاء الأمويين، أسسوا مدينة جديدة اسمها العسكر. العسكر دي بيحدها من الجنوب منطقة كان اسمها جوكوم الجارح، يحل محلها الآن جامع أبو السعود الجرحي تحديدا، نقدر نحدد تقريبا، تمتد شمالا شرقا إلى المنطقة اللي بنسميها النهاردة جبل يشكر، اللي أقام عليها بعد 200 سنة أو بعد 100 سنة من هذا التاريخ أحمد ابن طولون، جامع أحمد ابن طولون اللي هو الأثر الوحيد الباقي من العاصمة الأميرية اللي كانت فيها استقلال نسبي عن الخلافة العباسية في بغداد مع أحمد ابن طولون. فحكمت مصر من وقت الفتح الإسلامي، من وقت عمرو بن العاص، من 20 هجرية لغاية 254، من هذه المنطقة، من الفسطاط، وكانت تنقسم إلى قسمين، إنها المنطقة هنا متدرجة ناحية الجبل لحد جبل المقطم، احنا شايفين كده اهو فيها ارتفاع، يعني احنا يميننا جبل المقطم، يسارنا نهر النيل، فالحته دي متدرجة، فالجزء العلوي بيسموه عمل فوق لأنه مرتفع نسبيا، الجزء اللي على النيل بيسموه عمل أسفل. فكان جامع عمرو بن العاص موجود قريب من النيل في الجزء الجنوبي، لذلك لما جه رحالة اسمه ابن حوقل ورحالة اسمه ابن المقدسي في القرن الرابع الهجري، ووصفوا جامع ابن طولون سموه الجامع الفوقاني لأنه في منطقة عالية على تل الكبش، وسموا جامع عمرو بن العاص الجامع السفلاني لأنه في منطقة أقرب إلى النيل.